لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. نزل خبر وفاة إعلامي بقناة دوزيما صلاح الدين الغمارية على المغاربة كالصاعقة نظرا للمكانة التي كان يحتلها في نفوسهما، خاصة وأن الغماري كان له دور مهم في توعية المواطنين خلال فترة حجر الصحية. وبحسب مصادر مقربة من الراحلة فإن الغماري توفي خلال زيارته لأخته بمدينة المحمدية، وظهرت زوجة الراحلة وهي منهارة تماما أمام مستودع الأموات بمستشفى مولى عبد الله بالمحمدية. إن لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة.